من ناحيه رفع الحظر الصحي للدرجه الثالثه ربما انا ما موافقش عليه، كنبقى في الثانيه، ولكن الحاجه اللي كنا تلحوا عليها على ان كلشي ديال الكمامات ماشي واحد مخنوق و10 دايجين بحال ما ساهرين حتى في حاجه الى اخره، مي غتكون الزاميه على جميع المواطنين غيلتزموا بها. خص المواطن يتضعر باش بالزمن يدير الكمامه، ما يبقاش غادي، عندنا كورونا باقا، وحنا خصنا الاقتصاد ديال البلاد ديالنا يجيد، ما يمكنش نشدوا كل شيء، الدوله راه دالت اللي عليها، ولكن حتى حنا خصنا نديروا، ولكن بالثبات ديال الدوله، بالحمايه ديال الدوله الى اخره، كل شيء يدير الكمامه. بالنسبه ولدي الاقتصاد راه مزيان، حيت الاقتصاد راه تهرس، يعني الناس مساكن راهم ضرورين. كاين اللي كاري المحل ديالو في المدينه ب 10000 درهم، كاين اللي كاري كثار، والناس مساكن مضرورين. يعني خص غير الناس يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المرض، يعني ياخذوا الاحتياط ديالهم وسميتو. اما راه الشيء اللي غيتطلق دابا راه مزيان في صالح الناس اللي ما عندهمش، نهضروا بصراحه اللي ما عندهمش. حيت الناس تهلكوا بزاف بصراحه، تهلكوا من ناحيه الاقتصاد. الصحه راه خص كل واحد هو ياخذ الاحتياط للصحه ديالو، الا ما خديناش الاحتياط للصحه ديالنا راه ما يمكنش. واش متيدي راه حنا اللي كنقلبوا على العدوى نجيبوها لعندنا. اما الا احترمنا الوقايه ديالنا بين هذا وهذا واحترمنا كل شيء، الحمد لله راه ما عندش المرض منين غادي يجيك. القرار الخير اللي قال السيد العتباري يعني غيكون قرار في الصواب، يعني يقدر يعني كورونا مازالت تقريبا باقا ما تحيدش، حنا خاصنا نبقاو نديروا الحجر، يعني خاصنا نديروا يعني وسائل ديال التعقيم، وسائل خاصنا نبقاو نحافظوا عليها، لان هذا المرض يعني مازال منتشر، يعني باقا ما عندوش الحد، يعني باقي حتى الدواء ديالو ما كاينش، يعني حنا خاصنا نصبروا نزيدوا نديروا هذا الشيء ديال التعقيم. وبالنسبه للرأي ديالكم في هذا الشيء ديال العوده ديال الحجر الصحي بغاو نرجعوا؟ والعوده اخي ما اش نقول لك، المواطن يقدر ما يطبقهاش، حيت راه بنادم صبر ثلاث شهور يعني يعني تقريبا نقول ربع شهر، وكانت يقدر 100% يقدر المواطن ما يطبقهاش. نعم. حيت الانسان كل شيء خارج الشارع، صعيب باش غادي يرجع. والشيء اللي نتمناو حنا يكون هذا المرض يحيد علينا، نطلب هذا الوباء يحيد. اما صعيبه القضيه شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.